طيب مي، انا عايز اعرف انت بتصرفي منين بقى في الفتره دي كلها؟ انا بشتغل. لا مش على نفسك، على القضايا بقى اللي انت رافعاها. هل بقى يعني عندك انت مثلا حالتك الماديه بتسمح انك تصرفي كمان بقى وتدفعي المحامي وتدفعي كل خالص. ده انا اللي بتشتغل انا شغلي اللي انا بشتغل بيه بدير المحامي وعلى القضايا وعلى القضيه وعلى الورق وعلى كل الحاجات دي. انا بشتغل، مش حتى صاحبه حق دلوقتي بقت متهمه. يعني لو راحت الواحد وقالت له ترفع لي عن ان متهمه هياخد منها فلوس قد كده، عشان كده احنا تبنينا القضيه دي. ايوه ده حظك حلو. انه وبعدين انا رحت لمامته، انا ما كنتش عايزه حاجه خالص، انا كنت عايزه اخد هدومي وحاجتي اللي في البيت، مش عايزه اكتر من كده. اتطردت انا ومامتي وخالتي من البيت. يعني احنا رحنا عشان اخد هدومي واخد حاجتي، مش عايزه اكتر من كده منها. واتطلق. لا تبري وتتنازلي عن كل حقوقك وتسيبي قايمتك وتسيبي حاجتك وبعد كده تاخدي هدومك وحاجتك اللي في البيت. وحتى بعد ما قدمت قسيمة الجواز بتاعته في المحكمة، المحامي بتاعه ما لا يعلم ان هو اتجوز. يعني المحامي بتاعه في المحكمة فوجئ بان هو ما يعرفش ان في زوجة تانية. ما يعرفش. وما راح الظاهر هو قال لهم ما يعرفش انها بعدك باسبوع. ما يعرفش اي حاجة. والظاهر ان هو قال لهم لا، هي ان انا هكسب القضية. فبقى التهديد ان انا هستأنف في الحكم وهفضل اخليكي على ذمتي بدل السنه 3 و4 وانا هتجوز واعيش حياتي واهرب من بيه على فكره الخسران واهرب من البلد عليا عيال العداد بيعد عليه في النفقات. لا انا على فكره لو درج ذكي كان طلقها. يعني اصله هي اللي نفقتها بتتقطع بالطلاق. نفقتها بتسقط بالطلاق، ده اللي هي لغايه يوم الطلاق. فطالما هو متمسك بيها وهيخليها تجري في المحاكم على الطلاق، العداد بيعد. ازاي هو دلوقتي لما يتحكم ليها من تاريخ رفع الدعوه، رفعها بقى لها مثلا 5 6 شهور. ايوه والقضيه تقعد سنتين وهي على ذمته. هتاخد السنتين. هتاخد السنتين.